محمد معيط وزير المالية. دكتور مساء الخير. مساء الخير يا فندم. الحقيقة أريد أن أسألك عدد من الأسئلة السريعة. الحقيقة البعض دايما يشكك في الوضع الاقتصادي في مصر. هناك من يقول أن مشروعات البنية التحتية لا جدوى منها، وأن الدولة أخطأت في الإنفاق على مثل هذه المشروعات القومية الكبرى. لا طبعا ده ادعاء غير صحيح، لأنه ما فيش دولة بتقوم ولا بيكون لها كيان وجود إلا بوجود بنية تحتية قوية، بتشمل بقى كل حاجة، بنية تحتية في الطاقة، بنية تحتية في شبكات الطرق والكباري والأمتاء وما إلى ذلك، بنية تحتية في يعني إمكانيات وموارد متعلقة ب زي ما بيقولوا كده سكن، متعلقة بصناعة، متعلقة بزراعة، يعني كل كمان الكلام ده مع بعضه بيخلق فرص العمل، كل الكلام ده بيكون حافز للنمو. وبالتالي مستحيل كان وانت قرارات عندك 12 ساعة أو نعم. أنت بتقول له اشتغل ما فيش عندي غاز واشتغل ورد في الورديتين، وبتقول له والله ما فيش أمن في البلد، أو بتقول له والله يعني عندي شبكة الطرق والكباري والأفلام مهدهلة أو الكهرباء أو ما عنديش أرض أرفعها لك، مش حد هيجي لك الكلام ده. فانت كنت تعمل بنية تحتية، بالإضافة إلى أن البنية التحتية بتعمل بالإضافة إنها بتحل مشاكل المجتمع، بتحسن من حياة الناس، زي مثلا ما كانش عندهم كهرباء. سيد وزير الخط بيقطع يا فندم، يا ريت بس على جنب كده، الخط بيقطع. سيد وزير طيب، يعني نعاود الاتصال بالسيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، ولكن الحقيقة بالفعل لا أحد يستطيع أن يتجاوز وأن يقول أن مشروعات البنية التحتية لا عائد منها. بالتأكيد مش ممكن أنت تجيب استثمار إلا إذا كان عندك بنية تحتية، مش ممكن تبني بلد إلا إذا أعدت بناء البنية التحتية في البلد. وإحنا عارفين أن البنية التحتية تأكلت طيلة العقود الماضية من الزمن، وإن إحنا دخلنا الحقيقة لإعادة بناء البلد من أساسها. صحيح أن المشروعات القومية الكبرى كلفت الدولة كثير، ولكن هذه التكلفة بالتأكيد مكانها الطبيعي هو البنية التحتية أولا ثم الانطلاق ثانيا. انا بعمل بنية تحتية النهاردة لما بعمل بنية تحتية في الكهرباء، احنا عارفين قد ايه مثل هذه البنية بتساعد المشروعات الكبرى متعلقة بالصناعة بالزراعة بغيره انها تتقدم الى الامام. سيادة الوزير عاد الينا مرة اخرى، تفضل سيادة الوزير. انا بقول لحضرتك مصطفى، يعني بالتأكيد انت النهاردة لو الناس عشان تتحرك في شوارع القاهرة بتاخد ساعات طويلة، ده بالنسبة له تكلفة ومجهود ضياع وقت وبتاع، بيفكر فيه مليون مرة عشان يجي العاصمة القاهرة ولا ما يجيش. وقص على ذلك ما بين المدن وبعضها، وما بين المدينة وأماكن تمركز القوى العاملة، وما بين المدينة وما بين المواني، كل الكلام ده لو بيتحسب وبتحسب بس أو بمبالغ وبدقة. فلو أنت ما عملتش اللي هو يعني رأس المال والصناعة والكلام ده، يشوفوا انه ده ميزة ويشوفوا انه ده يعني بيسهل له، بالتأكيد هيتردد مئات المرات. عشان كده فكرة يعني انفقت في البنية التحتية ده، يعني النهاردة طريق، يعني كنت بتروح من مدينة لمدينة بتاخد ساعتين ونص ثلاث ساعات. صحيح. طب لما عملت طريق وبقيت تروح في ساعة ولا ساعة ونص، يعني لا. اكيد يعني الطريق ده ليه عائد. لانه تكلفه البترول اللي انت بتستخدمه وانت رايح في ثلاث ساعات غير تكلفه البترول وانت رايح في ساعه ونص. صحيح. يعني وقت اللي انت وفرته في ساعه ونص ده ممكن يكون ده ليه ثمن. فالكلام لا مش بالدقه دي، انما هو البعض يقول ايه والله يعني العائد على المنفعه على النفقه، العائد على النفقه. والبعض يشوف انه العائد على النفقه انه اعمل مول واعمل محلات بقاله وسوبر ماركت والكلام ده، ما اعملش مصنع. ليه بقى؟ اصل المصنع دوت عبال ما احط التجهيزات وابني المصنع واجيب الالات وبتاع، انا عاوز لي فتره زمنيه. لا بلاها المصنع، خلينا نفتح بقى السوبر ماركت وخلينا نعمل المول وخلينا نعمل بتاع، ده اللي بيجيب عائد وارباح. طب يبقى انت عمرك ما هتعمل صناعه ولا زراعه،
لان دي فعلا محتاجه استثمارات، محتاجه تصبر عليها شويه ومحتاجه تقعد. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت ليه بتغفل انك انت احيانا في عوامل مهمه جدا وانت بتعمل مشاريع زي عامل التشغيل، زي عامل الامان الاجتماعي، زي عامل ان هو والله انا عملت مشروع تحليه مياه بحر انت شايفه انه ملوش اهميه دلوقتي، احنا مستعجلين ليه ونصرف عليه دلوقتي، والله انا بنظف البحيرات انت ممكن تقول ايه وليه اعمل الكلام ده دلوقتي، والله انا عمال اعمل سكن اجتماعي وعمال اعمل مود، انت ممكن تشوفه وليه انا بعمل الكلام ده دلوقتي وانا ما بلاش الكلام ده دلوقتي. نفس الوضع دوت لو كان ما تعملش المدن الجديدة زي العاشر من رمضان وزي 6 اكتوبر وزي العبور وزي ده وزي ده، بتركة القاهرة هتبقى شكلها ايه، الدنيا هتبقى شكلها ايه. يعني كلام طيب خلينا نتكلم عن الدين الخارجي يا سيادة الوزير. بين الحين والآخر يطرح هذا الأمر ويقال أو حسب ما يتردد من البعض أنه حجم الدين الخارجي يساوي 100% من مجمل الناتج القومي المحلي في مصر، ألا يشكل ذلك خطرا؟ كما لا، هو في بص حضرتك عشان بس يعني الدين الخارجي في جزئين، الجزء اللي هو بتخلي الموازنة العامة للدولة واخد بقى حياتك، وفي دين خارجي لجهات عديده اخرى في الدوله بس ما بتخدمش عليه الموازنه العامه للدوله. فلما بتيجي للدين الخارجي اللي بتخدم عليه الموازنه العامه للدوله، يعني انت ممكن تقول انه لا يتجاوز 20% من دين اللي بتخدم عليه الموازنه العامه للدوله. لكن ممكن مجلس تقول بقى ايه، طب انا هشوف بقى الدين بتاع الدوله المصريه كلها، حتى لو بتاع قطاع مصرفي، حتى لو بتاع هيئات، حتى لو بتاع اجهزه اخرى في الدوله او وتجمعها وتقسمها على الناتج المحلي الاجمالي. فممكن تلاقيها مثلا في حدود 32 او 33% من الناتج. فدي نمره 2. انت زي ما اتفقنا انه احيانا عمال بتعمل مشاريع، المشاريع ديت عشان تحل مشاكل مهمه جدا في البلد. زي ما جينا قلنا طب عاوزين يا جماعه نلحق نعمل حل مشكله الكهرباء دي بقى الشعب المصري كله بيعاني منها. طيب ما انت وانت بتعمل مشروع يحل مشكله الكهرباء الجزء فيه مكون اجنبي. طب هتقول ايه؟ هتقول مش هجيب المحطات من المانيا؟ طيب عشان فيها مكون اجنبي فانا انا مش عاوز يبقى عندي مكون اجنبي. وبعدين هتسيب الناس كده قاعده في مشكله الكهرباء؟ ادي نمره 1. نمرة 2، لو جيت تقول مثلا عندي بتاع ده سكة حديد بتعمل حوادث بطريقة يعني متكررة وبينتج عنها الناس بتموت، طب أنا عاوز أحل المشكلة دي، يبقى أنت لازم تشتري بقى عربيات ومقطورات وتغير نظام إشارات وفيها مكون أجنبي مش قليل. صحيح. طيب أنا عندي مشكلة مية، لا يبقى أشتغل بقى على مشكلة المية بكل أبعادها بقى، حل مية بحر، أنا هروح أعمل معالجة اسمها بس محطات معالجه ثنائيه وصفيه، انا هعمل راي حديث، انا طيب ما هو انت محطات تحليه مياه البحر ده فيها مكون اجنبي كبير. ممكن تقول ما خلاص مش هنعمل، خليها دلوقتي مش هعملها، واخد بالك؟ بس انت عندك مشكله المياه دي امن قوم، لازم تحافظ على اي حاجه وتزود باي وسيله من الوسائل. فهنا هتبقى ممكن تقول لي ايه، طيب خلينا يعني نبطأ ونأجل وبتاع. المشكله ان المشاكل ماشيه اسرع منك والدنيا حواليك ماشيه اسرع منك، والتحديات اللي بتقابل البلد وبتقابل الوطن اسرع مننا واسرع من تفكيرنا واسرع من حركتنا. وبالتالي ان كنت شفت هتحاول تمد الخطوه وتتحرك بسرعه، يعني المشكله هتسبقك بكتير جدا، وهتلاقيك نفسك تقول طب ما اتحركتوش ليه؟ طب ما عملتوش ليه؟ طب ما سويتوش ليه؟ يعني زي بالظبط كده مشكله الكهرباء، هي مشكله جت فجاه، هي مشكله عماله بتتراكم من, من 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 سنين ومحدش عاوز يحلها. دلوقتي عشان اتحلت محدش بيتكلم عليها، عشان اتحلت. مشكله الغاز ما عماله بتتراكم عليك، لغايه بدل ما انت كان عندك غاز وقفت، فكان اللي حصل ايه؟ اللي حصل انك انت بقى عندك نقص في الغاز وبقيت تستورد غاز بيكلفك قد كده، واخد بالك؟ وكله كان بيعاني من موضوع الغاز، وبالتالي تستورد غاز بوتاجاز
وقليل الكمية عن الناس محتاجاها. الناس وقفت طوابير في طابور الغاز، طوابير أمورة الغاز، لكن طب لما حليت المشكلة وكمان توسعت بتوصيل الغاز للمنازل وقلت حدش يتكلم، خلاص ما المشكلة اتحل. كم حجم الدين الناتج المحلي دلوقتي يا سيادة الوزير؟ احنا الدين اللي بتخدم عليه الموازنة العامة للدولة في 30/6 اللي فات ده حدود 86%. طيب. 86 ولسه 100%؟ ها؟ 86%. السنة اللي فاتت كان 84.6. هو كان مفروض ينزل ويبقى 82.5 تقريبا. بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان سعر الدولار للجنيه اتغير. وكل جنيه تغير نتيجة الجزء المكون اللي عندك مثلا 80 مليار دولار المكون اللي هو في الدين اللي بتخدم عليه الموازنة العامة للدولة ده، فكل جنيه يقوم عامل معاك 80 مليار جنيه في الدين. فده جمع معايا حوالي مثلا 3.5-4% من الناتج المحلي. إذا لو ما كانوش دول حصلوا كنت أنا هبقى عندي 82 وكذا. طيب عشان نفهم هو الرقم ده نقارنه بإيه؟ قارنه بأنت كنت فين من 30/6/2017؟ كنت عند 108%. ثم بدأت تخفض الدين وانت ماشي كل سنة تخفض الدين، كان مفروض زي دلوقتي تكون في موقف أحسن من اللي كنت عليه قبل 2011. واخد بالك؟ إنما اللي حصل جالك سنتين ودي التالتة، وسنتين كورونا ودي التالتة اهي في الأزمة التضخمية العالمية وأزمة حرب أوكرانيا. فأنت وانت يعني حتى في أزمة كورونا وحتى بعد ما زلت شغال والاقتصاد بتحاول انك انت ما توقفوش مع كل التحديات اللي بيقابلها، انه يفضل شغال ونفضل بيأدي ويفضل بيخلق وظائف، برغم ان طبعا في تحدي كبير جدا النهارده بيواجه العالم كله بيواجهنا، وهو ارتفاع تكلفة التمويل، وهو هجرة الأموال عائدة إلى بلادها عشان معدلات العائد عندها زادت، وهو انه الموجة التضخمية رتبت تكلفة إضافية على الاقتصاد القومي. البرميل البترول اللي بقى 55 ولا 60 بقى النهارده ب 115 و120، فبدل ما كنت بتحط 7.5 مليار دولار للبترول بتحط 15 مليار دولار للبترول. صحيح. القمح بدل ما كنت بتحط 3 مليار دولار لاستيراد القمح بتحط 6 مليار دولار، وهكذا. فانت لما تجمع العبء الاضافي ده مع العوامل الاخرى، مع كان عندنا مثلا الاموال اللي هي بيسموها الساخنه ولا الاموال الهوت ماني دوت ولا الكاري تريد دوت، حاجه و20 مليار ما بتيجي اي اوضاع في الاسواق ولا تسحب. بيقوم ساحب وخارج. فانت تحت ضغوط رهيبه من كل الاتجاهات، من تكلفه تمويل غاليه، من ارتفاع في تكلفه المواد الخام والمواد البتروليه، من اسواق مضطربه، من حرب في اوكرانيا، من يعني كل ده مع بعضه، وبتحاول انت في وسط ده تحافظ على انه بقدر الامكان بتعاون مجتمع الاعمال وبتعاون الشعب المصري وبتعاون كل قطاعات المجتمع مع الدولة، ان نفضل ماشيين ونفضل بنكمل لغاية ما ان شاء الله بإذن الله تنزاح الغمة بتاعت الحرب والحالة التضخمية الشديدة اللي احنا بنواجهها. سيادة الوزير، ما صحة ما يقال أن الدولة لا تتحكم إلا في 48% من الموازنة العامة، وأن في 52% لا سيطرة للدولة فيهم لأنهم تحت إمرة الهيئات الاقتصادية المختلفة؟ يعني أنا هقول حاجة، حضرتك نائب عن الشعب وعضو مجلس نواب، وأكيد اللي أنا هقوله ده حضرتك حافظه زي بالضبط وأكثر. النهاردة الكلام ده اللي اتقال يفتقر تماما للدقة ويفتقر تماما للعلم والمعرفه والقرايه السليمه والمعرفه السليمه. ليه؟ لانه انا عندي حاجه اسمها الموازنه العامه للدوله، وعندي في حاجه اسمها الهيئات الاقتصاديه. صحيح. او والهيئات الاقتصاديه دي ما هياش جزء من الموازنه العامه للدوله، ولكنها ملحقه على الموازنه العامه للدوله. لما بيتقدم وزير الماليه لمجلس النواب بيتقدم له بحاجتين، بيتقدم له بالموازنه العامه للدوله، وبيتقدم له بحوالي 54، وعندنا كمان دلوقتي في 5 بلاد، يعني 59 هيئه اقتصاديه بتقدم بموازنات لهيئات اقتصاديه. الهيئات الاقتصاديه لما بقدم لها موازنه هي عباره عن ايرادات ومصروفات، ايرادات ومصروفات الهيئه،
وأنشطة الهيئة وفوائد الهيئة وخسائر الهيئة وكل حاجة، سواء حسابات ختامية بتتقدم لمجلس النواب، سواء موازنة إيراد ومصروف بتتقدم لمجلس النواب، ومجلس النواب بيراقب الحسابات الختامية وبيراقب الموازنة وبيراقب الإيراد وبيراقب المصروف. وعلى فكرة صديقي، أكتر مناقشات بتتم، أكتر ما بتتم على الموازنة العامة للدولة بتتم على الهيئة الاقتصادية. الهيئة دي خسرانة ليه؟ والهيئة دي فيها أوضاع مش سليمة، وليه ما بتهيكلوش الهيئات الاقتصادية؟ وليه بيجاب رؤساء الهيئات الاقتصادية وبيجاب وزارة المالية وبيجاب وزارة التخطيط؟ كله بيتناقش مجلس النواب، وتقرير الجهاز المركزي أيضا بيتناول هذا الجهاز المركزي على كل الهيئات الاقتصادية وكل الهيئات الخدمية وبيناقش مجلس النواب. فده أول خطأ، وخطأ كبير جدا. طبعا السؤال، ما حطتهاش ليه مع الموازنة العامة للدولة؟ السبب إيه؟ السبب الأولاني إنك أنت أساسا هي كانت في الموازنة وخرجتها عشان تديها مرونة وحركة أكبر وانطلاق أكبر وتشيل إيرادها ومصروفها، ولكن تدي للموازنة العامة للدولة جزء من فوائدها، وبالتالي ده كان هدف. ثانيا، هي بتخضع لنظم محاسبية، مش المحاسبة الحكومية، بتخضع لحاجة اسمها نظام المحاسبة الموحد، وده مختلف تماما. ثالثا، هي بتبقى شايلة نفسها من A to Z، فإلا إنها تكون بتعمل خسائر مثلا، كحديد بتعمل خسائر، يبقى الموازنة العامة للدولة بتخش تديها دعم. الهيئة الوطنية للإعلام عندها يعني عجز، بتخش الموازنة العامة للدولة تديها دعم. فهنا لو احنا ضمناه، واحنا قلنا كان نفسنا ان يعني نضم، لكن لقينا بعد دراسة انه مش في الصالح العام ابدا انها تنضم، ولكن قلنا هنعمل موازنة مجمعة ونقدمها لمجلس النواب، وعملنا كده السنة دي. ده اول نقطة. النقطة الثانية، اصيلت حاجة ودي كان غريبة جدا، ان حد يعني بيقول انه خبير يقولها، بيقول لك ايه؟ بيقول لك السبب ان الايرادات الضريبية 14-15% وهي مفروض تبقى 25%، انه فاصل الايرادات بتاعه موازنه الهيئات الاقتصاديه عن الايرادات الضريبيه للدوله. السؤال اللي بنساله هو الايرادات بتاعه الهيئات الاقتصاديه دي ايرادات ضريبيه؟ دي ايرادات غير ضريبيه. ادي مثال استشهد به هيئه المجتمعات العمرانيه. هيئه المجتمعات العمرانيه ايه النشاط بتاعها؟ اراضي ووحدات وما الى ذلك. فالإيراد بتاعها جاي من بيع الأراضي ومن بيع الوحدات وهكذا. هل الإيراد ده اسمه ضرائب؟ الإجابة لا. طب إزاي أخد الإيراد ده وأحطه مع الضرائب؟ عندنا نوعين من الإيرادات، حاجة اسمها إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، وما ينفعش ده يتحط على ده. المؤشر اللي هو اتكلم عليه أو اللي كانوا بيتكلموا عليه هو مؤشر الضرائب، الحصيلة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي. إذا فكرة إنه لا ده هم أصلهم عشان ما بيضموش الإيرادات الضريبية سوري الايرادات غير الضريبيه اللي بتاعت الهيئات الاقتصاديه مع الايرادات الضريبيه، طبعا الكلام ده مش صحيح ابدا. له قانوني ولا علم سليم ولا اي حاجه خالص. طبعا يعني للاسف الشديد يعني، وعين الناس بتسمع وبتصدق. كل انه يغني على الاله. طب قضيه المعاشات سياده الوزير، البعض لم يجد رصيد في حساباته هذا الشهر، والبعض الاخر عانى من الازدحام الشديد على ماكينات الصرف. ايه حكايه يعني المعاشات يا فندم؟ لا انا والله يعني الموضوع ده لازم حضرتك تستضيف اللي هو جمال، لان انا فعلا ما عنديش معلومه عنه والله. نعم. لكن بالنسبه للماليه الامور ماشيه كويس؟ لا 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 ابدا، الماليه سلمت للمعاشات بثلاث سنين 510.5 مليار جنيه. نعم. ويعني كان السنه اللي فاتت لغايه 30/6 نسلم 180 مليار وفعلا حولنا 180 مليار. طيب سؤالي الأخير سيادة الوزير، إلى أي مدى أنت متفائل رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر؟ لازم نتفائل ولازم نكمل، لأنه التحديات مش هتنتهي في العالم، وكل يوم تحدي، ويعني ده أمر طبيعي، ولازم يعني نصبر ولازم نتعامل مع التحدي دوت، يعني لأنه طبيعة الحال. نعم. ناس كانت عايشة أيام الحرب العالمية الأولى وأيام الحرب العالمية الثانية وأيام الكساد العظيم وأيام ده وأيام ده، فالحياة تستمر، لكن مهم قدرتنا احنا على التعامل مع التحدي، وقدرتنا احنا أن نتلاحم، لأنه يعني خد بحياتك من حاجة، أنت شايف الدنيا بطريقتك وأنا شايف الدنيا بطريقتك ولا شايف الدنيا وممكن نكون مختلفين ومختلفين اختلاف جذري، بس مش معنى ان احنا مختلفين ومختلفين اختلاف جذري ابدا يجي على حساب بلدنا. هي دي قضيه محوريه. يعني لما يجي التحدي
لازم نعلي الحفاظ على بلدنا وعدم ان يحصل لها اي مشاكل تؤدي الى انها او اهلها يتعرضوا لمخاطر. انا ما بقولش كلام نظري ولا انشا، انا بقول كلام نبص حوالينا، جيراننا من اشقائنا في بلاد صراحه كان مفروض انه الحياه بالنسبه لهم وظروف المعيشه تبقى بالنسبه لهم افضل كتيره كويس جدا، لكن لما البلد بتضيع وبتروح مهما كان عندها امكانيات ومهما كان عندها قدرات الكل بيعاني، والكل بيعاني معاناه شديده صحيح. جدا بيفقد الامن، بيفقد الخدمات، بيفقد كل مظاهر الحياه. يعني انا بتكلم الكلام ده وانا مش عاوز اذكر امثله، لكن الناس تبص حواليها عشان تاخد بالها لو البلد دي ضاعت هتروح فين. فهو ده القضيه اللي دايما مختلف معايا، مختلف في سياساتي، مختلف في طريقتي في اداره الامور، كل الكلام ده على عيني وراسي، بس اوعى وانت مختلف معايا تضيعها او تاخدها للمجهول. اوعى، لان لو راحت للمجهول مش هتبقى عليا انا بس، ده هتبقى على الشعب كله. فخد بالك احنا لابد من التلاحم ونكمل ونحافظ على بلدنا، اما الاختلافات دي امور بيوجهها كل المجتمعات. دكتور محمد معيط وزير الماليه، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.